بقى؟ الحمد لله. محدش يغطينا، انا زهقت من الغطا بالملايه. انتوا دمرتوني وضيعتوا مستقبلي، حرام عليكم. انا هريحكم مني خالص واطلع السخابه في بيت الغريب. لا بلاش بيت الغريب يا بكر. لا على السخابه في بيت الغريب احسن. بيت الغريب هيقع يا بكر. على السخابه في بيت الغريب. دلوقتي ما يدخل بيت الغريب لما تروحوا ياخد معاكم اللي بنت الحته. اقتلوه. اللي ورا ده راكب حاجه ولا ماشي؟ ماشي. احنا ربنا نجانا بمعجزه الحمد لله. لولا الواد فاق لنفسه قلت له جندي بكر شرف رجع لايام زمان كان زماننا بنستوي. احنا نلم الحاجه ونروح نجيب البوليس فورا. لا هات البوليس انت لوحدك. بيقول لك الواد اللي عمل العمله دي عرفناه اسمه عباس. انا ماليش دعوه بيه. ثانيا بيقول لك في بيوت هتقع في البطنيه. تقع البيوت؟ ما تقعش البيوت، انا ماشي انت حق. يلا بسرعه عاد قبل ما يرجعوا تاني. يلا يا مسعد. بيقول لك بيت الغريب ده هيقع. يا ولاد الايه، يقول لك ازمه سكر في البلد والبلد ما فيهاش سكر. سكر ايه؟ والله يا بايع العاده المنيله اللي فيك دي، حد ياخد من الارض ويحطه في بقه؟ بلاش دي بلاش. ها تعملش دي تاني. عيب. سكرين اهو شكله مش غريب. يلا سكرين. طعمه مش مسكر. يلا ايه، مش ممكن يكون سكر. ها ايه ده؟ ولا ده بيدوخ ايه؟ ياه بيدخل مناخير يلف، ريحته فظيعه عاد عامل زي الفيكس. فيكس؟ اوعى تكون هيروين. انا والله العظيم ما شفته في الافلام، بس نفس المنظر، كيس وبودره. بس مش معقول يرموه. يلا طبعا ده غالي قوي. إيه؟ انت عارف شويه دول ثروه. امال ايه يابا، ده ناس بتكسب بالهبل. عمليه خطيره مش سهله. شويه بودره و مصيبه سود، بس اكيد مغشوش. مش هما بيشموه؟ يعني الخطوره من المناخير. صح. تالي البق ما فيهوش حاجه. انا ما سمعتهمش بيبقوه. سمعتهم بيبقوه؟ لا. طب اقفل المناخير، هعمل تيست. ايه؟ هعمل تيست تجربه كده واجرب. اقفل. انا بنجي يمدا بنجي يمدا بنجي يمدا. جرى لك حاجه؟ لا. اتسطل؟ لا. امال بيقول لك بيصطل. يمكن من تاني مره. اقفل اقفل. عيب يا ابني، ده انا فارس مهران. مضروب مغشوش. يمكن احب اكتر، انا ما اعرفش اصلا. خد خلي بالك لو حصل حاجه. ها انا متكل على الله وعليه. يلا بابا بابا حتى الهيروين بيغشوه. يلا نتمنى فينا شر النيده الهباب ده. والله منهم لله اللي بيتاجروا في الحاجات دي، منهم لله. مغشوش يلا، بدليل شفت انا خدت حبه قد ايه؟ زي الفل اهو. حق على الناس. يلا بينا. نروح نجيب البوليس فورا، ها؟ يمسك الواد اسمه عباس. الحمد لله مهمتنا انتهت بنجاح ساحق. الحمد لله. انا قريت الحادثه في الجورنال. قلت لك ايه؟ قلت لك البت المدرسه دي مظلومه. بت يا روحي راحت الكويت تشتغل مدرسه سنتين. اهي تلم قرشين من مرتبها تيجي تاخد شقه تتجوز فيها. وهي راجعه الواد حاطط لها الشنطه في المطار، شنطه مليانه هيروين. قال ايه؟ قال الوزن زياده. وهي روح زي الغلبانه قالت له حاضر، وجايبه الشنطه مسكت بيها هنا. بس على مين؟ على فارس مهران. وغلاوتك لطلعها كده. ايوه استاذ. نمسك الواد اسمه عباس، نبلغ البوليس يمسك عباس ويطلع البيت. حلو. الحمد لله ربنا اكرمك. انت راجع الحاجه، انا هبص من ورا الحاره اطمن ما فيش حد، اشاور لك نروح جري. حاضر. لازم نلحق فورا نروح نجيب ال نجيب ال هنجيب ال هنجيب ايه؟ مين؟ البوليس. اتوبيس؟ البوليس. طيب ده ايه؟ مين؟ مامتك اتخطبت؟ ولا الجزمه مضايقاني يالا. اما يبقى النعل ازاز يبقى النن نلو بنلو.
ابوك عمل ايه امبارح؟ ايه؟ راح اشترى كيلو عنب بناتي وقعد يبوس فيه. يا بينا بتضيع طاعة الآلة. غطيني.